الأهلي يهدر فوزا كبيرا على فاركو في الشوط الأول ويكتفي بالتعادل الإيجابي 1-1. شوط سيطر عليه النادي الأهلي تماما تماما، سيطرة، استحواذ، خلق فرص، انفرادات، ضياع فرص بالجملة، ولكن يأتي العقاب سريعا من الهجمة الوحيدة اللي حسينا إن فرقة فاركو متواجدة في الملعب. نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف آراء خبرائنا الكبار في أحداث الشوط الأول. أرجوكم انتظرونا. نرحب بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، نتيجة غير منطقية إطلاقا لأحداث الشوط الأول. مظبوط، الأهلي يرفض إنهاء المباراة ويعود إلى نقطة التعادل وبالتالي إلى نقطة الصفر. يعني كان عندك فرصة كبيرة جدا أثناء الشوط الأول إنك أنت تجيب جول واثنين وثلاثة، وبشيء كده ربنا ساعات بيديك إزاي تكسب المباراة، ها؟ أيوه. وأنت بترفض، يعني واضح إن الناحية الشمال أو الناحية اليمين بتاعة فرقة فاركو في نجاح كبير جدا لعلي معلول هو أحمد عبد القادر، وفي تفاهم وفي وصول للجول أكتر من مرة، وفي أي تمرير عكسية، وأي واحد بينطلق من نص الملعب يروح مكان السنتر فيرود اللي هو مش موجود طبعا النهارده، كله بيلعب الاهلي بما حضر، في تحرر من كل الاماكن، مش عارفين ننشن على واحد بيلعب هنا او هنا. واحنا قلنا في الهاف تايم انت هتلاقي احمد كريم فؤاد ممكن هو الراس حربه، هتلاقي قفشه ممكن هو الراس حربه، هتلاقي احمد عبد القادر في التوغل من الداخل هو ساعات راس الحربه، وده فعلا حصل، وكان عندك اكتر من 4 اهداف محققه كنت ممكن تجيبها. الاهلي بعد ما بيجيب الجون الاولاني يا كابتن ايمن خلاص بيعتمد انه بعد كده هيجيب جون تاني في اي وقت، ما بيعملش اي سيناريو تاني، ما بيعملش اي سيناريو ان يكون كان اي فرقه كاونتر اتاك يوصلوا للجون ويقدروا يهددوك ويجيبوا جون. وده برده من الدروس المستفاده من الماتش اللي فات، ما عززناش الشكل ده. انا كمشاهد وانا قاعد بتفرج كده كنت بقول بعد الهدف يا ريت المدرب ده ينزل راس حربه دلوقتي، نزود من القوة والفعالية جوه ال 18 عشان نخلص الحكاية خلاص يعني. ولكن قدامنا 45 دقيقة نستفيد برضو من اللي فات ده كله ونشوف ايه اللي هيحصل بالنسبة للشكل الجديد بإذن الله إن شاء الله. الشكل يتغير إزاي كابتن علاء الشوط الثاني؟ بالنسبة لي ملاحظاتك الأول على الشوط الأول. الشوط الأول ملاحظاتي إن كان لازم يبقى هدف واثنين وثلاثة. إن بص يا كابتن، انفراد من سافي، ايوه، انفراد لمحمد مجدي، انفراد كريم فؤاد، انفراد احمد عبد، انا بقول لك هدف واثنين وثلاثه ده كان الطبيعي ان كل الامور مهيئه انك تبقى تجيب الاهداف دي. يعني فريق بيلعب بثلاث مساكين وحوالي في 3 انفرادات من القلب، فالثلاثه واقفين على خط واحد، ثلاثه بطاق جدا، يعني الموضوع مش بكتر المدافعين، الموضوع بالتمركز ده اتحرك. لكن النهارده فاركو فريق يعني حتى مش عارف يدافع، يعني حتى الميزه اللي كان بيتكلم عليها اسامه النهارده مش عارف يدافع موجود. فانت النهارده 45 دقيقه او 47 دقيقه كنت لازم تخرج. يعني احنا من امتى يعني هو ليه انا اجيب جول واسكت؟ يعني ايه السخافه دي؟ يعني انت خسرت نقطتين زي ما كابتن شريف اتكلم معاه فيوتشر عشان نفس التفكير مفهوم. نفس المفهوم لازم تتعلم هدف، لازم هدف تاني، ما مش هدف تاني انا بطلب حاجه مستحيله، النهارده حاجه سهله. عشان كده النهارده شوط كان لازم تنهيه بسرعه. الشوط الثاني ما اعتقدش بالسهوله دي ايمن، لان المساحات والاخطاء اللي عملها لعيبه فاركو ما اعتقدش هيقع فيها تاني. الى جانب لازم ناخد بالنا دايما ان الهدف اللي جيك برضه هدف ساذج في كره القدم، ما ينفعش اثنين بيعملوا حتى مش هجمه، يعني 6 و2 على 7 بالظبط في ده التواجد الوحيد لفاركو في نص الملعب، دقيقه 36 بالظبط، يعني هجمة اول هجمه لفاركو اثنين بيهاجموا على 5، ما ينفعش المنظر ده يجي فيك هدف، لازم يبقى اكثر حرص، لازم الكره تقطع بسرعه. لكن خلاص الشوط عدى بقى بالحاجه الحلوه الوحشه، لكن الشوط الثاني لازم بدري دور على الهدف الثاني والثالث باذن الله. حلول الشوط الثاني يا كابتن اسامه؟ انك تركز في الفرص اللي بتجي لك، انت زي ما قلتوا اتهيأت لنا فرص كتيره جدا، فرقه فاركو المفروض ان هي دفاعيا كويسه، النهارده في تقل غير طبيعي في لعيبه خط الظهر وفي نص ملعبهم، حركه بطيئه جدا، بنوصل بسهوله ولكن انهاء الهجمه. انا من وجهه نظري بدايه الشوط على طول واحد زي شريف ينزل ويطلع اي لاعب، وخاصه ممكن كريم فؤاد او برونو سافيو،
يعني يلعب شريف راس حربة ويطلع كريم فؤاد يلعب برونو سابيو على اليمين، او يطلع برونو سابيو يلعب شريف راس حربة، لانه ال شويه حركه وسرعه على الثلاثه اللي ورا النهارده بطاء جدا، مودي وعبد الله بكري ورامي صبري، وبعدين بيلعبوا على خط واحد ايمن وما بيكملوش، يعني حتى جون عبد القادر اتلعبت في ظهرهم وقفوا، يعني يعني عبد القادر رايح يجيب جون وهم حتى لو انا بلعب على خط واحد ببقى مهيئ نفسي لو عدت هبقى جاري سبرنت، هم في تباطؤ. انا جالي شعور بعد الجول الاول يا كابتن اسامه ان هم منتظرين الاهلي يجيب الجول الثاني. ايوه ايوه في بطء، بقول لك الحركه بتاعتهم بطيئه جدا. صحيح. ومفاجاه انه بس هو كده كره القدم كده طبعا، انت قاعد تضيع 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 وهم من هجمه جابوها جون. صحيح. فان شاء الله نستثمر الفرص اللي بتجيلنا الشوط الثاني باذن الله. كابتن عادل الشوط الثاني هيبقى ليه للدكه دور ولا كعاده مستر كولر ما بيحبش يغير من بدايه الشوط الثاني؟ لا لازم يغير، لازم يغير. قلت لك الطبيعي جدا ان يطلع الفرص دي ضايعه، قلت لك كده قبل الماتش، يعني انا قلت لك ان انت ما بتلعبش بعمق هجومي. اولا لو جت الفرص دي الراس حربه كراس حربه لمحمد شريف لشادي لاي حد كراس حربه هيبقى متمرس اكتر. قلت لكم قبليها فرصه التهديف عندنا قد ايه؟ انت ما عندكش فرصه تهديف كبيره، يجي لك فرص تهيئ فرص تقدر تهيئ كتير. مين اللي علشان مين انت اللي دور مع الدكه يا كابتن محمد شريف؟ يعني انت عندك محمد شريف عنده دور كويس قوي، ممكن تلعب مثلا يمكن حسين الشحات ممكن ينزل بقى ويطلع واحد من الاثنين، بس اهم واحد محمد شريف لازم تنزل تبدا بيه فورا لو لانك راس حربة اساسا، لو يلعب راس حربة. ما هو كل الترجمه انت كويس في الناحيه خلق الفرص، وزي ما قال الكابتن علاء كل الثغرات اللي موجوده في فرقه فاركو من القلب. كابتن انت عملت خلق الفرص صح، باقي في نقطة أيمن. بص يا أيمن في نقطة، عشان برونو سافيو بيخرج كتير بره 18 قفشة الدور اللي هو بيعمله انه يوزع ويعمل بيروح راس حربة مكانه مزبوط. فبيبقى معلق قدام كراس حربة، ما هي دي يعني مزبوط. فشريف يلعب كراس حربة عليها. يا كابتن أسامة هي دي اللي أنا بتكلم عليها، هتخلق فرص كتير صحيح، ولكن اللي بيفنش الفرصة ده رقم واحد. رقم اتنين أنت في الوقت ده ما تضيعش وقت، لان فرقه فاركو الجون اللي جابته فيك هيعلي روحها، هيخلي عندها امل في المباراه اكتر. فلو كنت انت دوست وجبت الجون الثاني كنت بعدت وكانوا خلاص بقى ان شاء الله. نتمناها من بدايه الشوط الثاني مكسب للنادي الاهلي ان شاء الله. نروح لفاصل نرجع لكم بعد نهايه احداث المباراه، انتظروا.